إجا الصيف وبلش موسم الأعراس والعروس بلشت تفكر شو بدك نقي من فستان لعرسها. هالموضة مرتبطة عادة بالموضة تبع البريتا بورتي والهوت كوتور، يعني اللي بنشوفه على الرانوي زونيك كمان بيتطابق على فساتين الأعراس. شو دارج؟ دارج مثلا الرافلز، أما الفساتين الطبقات دارج الفستان الفينيك، دارج الفستان الأبي عالي، كمان دارج الكيب كدريس، يعني الفستان بنشوف له كيب طويل. أما بالنسبة للألوان، الأبيض هو سيد الألوان بالنسبة للأعراس، بس كمان داخل عليه الميتاليك، فبنشوف يا أبيض على فضي يا أبيض على نحفي. بالنسبة للقماشات، السلك، الدانتيل، وكمان المسلين دايما بنشوفهم وبعدهم مكملين.